صباح الخير مجددا، منطلع عليكم ببرنامج يوم جديد ومنتابع مع ضيوفنا لليوم. بصرنا كتير نستضيف بالفقرة التالية توني خليفة، رئيس اللجنة المركزية بأخوية طلائع العذراء بلبنان، وبولو الصقر وكيل الإعلام باللجنة المركزية كمان بأخوية طلائع العذراء لبنان. صباح الخير لكم. صباح النور. صباح النور توني وبولس، اهلا وسهلا فيكم. انتم معنا اليوم لنحكي عن انعقاد اللقاء العام لطلائع العذراء بلبنان يلي رح يصير الاحد ب 2 تشرين الاول 2011. اكيد بالبدايه بدنا نعرف عن رابطه الاخويات قبل ما نغوص ونحكي عن نشاطاتكم، وبالاخص هذا النشاط اللي رح يصير ب 2 تشرين. كرابطه الاخويات هي تاسست سنه 1951، تأسست لضم كتير أخويات صار لهم مؤسسين أكثر من 500 سنة بلبنان، وانطلقت برسالتها يعني من 51، تأسسوا يعني الكبار أخويات فرسان سنة 58، ونحن سنة 69، وأخويات الشبيب سنة 94. مش هيك نحن ضمن إذا بدك لواء طلائع اللي صار لها تقريبا شي 43 سنة. رسالتها معروفة أكيد، ودايما نحن بننبسط كتير عن جد، بنكون فرحانين وبنحس بالسلام اللي بتزرعوه وين ما بتروحوا، إن كان الفرسان أو الطلائع عن جد، وعلى مختلف نشاطاتكم. بس خبرنا أكثر عن هالرسالة. نحن كهدف الطلائع هي حركة حياة، يعني تعرف الحياة بركة يعني، فوين مثل ما قلت يعني نحن بقلب الرعية، مثل دينا وبرعية دايما حد الكاهن الرعية شو ما بعوز منكون، وهي هدف أنه نخلي هالشبيبة تتعمق بفهم إيمانها المسيحي تقدر تعيشه، لأنه يعني مجتمعنا هلأ هيك شوي على السطحية ماشيين، أنه بس مسيحيين بالاسم أو بالهوية، فأنه هيك كرمال نعيش بدنا نفهم تنقدر نعيش ونطبق ونلتزم. بدنا ننتقل عندك بولس لتخبرنا اكثر عن المؤتمر يلي رح يصير او اللقاء ب 2 تشرين الاول 2011. خبرنا اكثر عن شو رح يكون هذا اللقاء وشو بيتضمن وكيف رح يكون اكيد البرنامج، واكيد مشاركين مين رح يكونوا قد عددهم. اوكي، اكيد هذا اللقاء يلي هو بيتميز كل سنتين مره، يلي هو بمناسبه عيد الطلائع الاول احد من تشرين. هذا اللقاء رح يجمع كل اقاليم لبنان، حوالي 20 اقاليم من كل لبنان، وتقريبا بحدود 2000 مشارك. اكيد بيكون في هذا اللقاء بيتميز انه المناسبه هي عيد الطلاقه، بيكون فيها افتتاح كثير مميز، بيكون فيها قداس، بيكون فيها تسبيح، وكمان بيكون فيها شدات حياه، واكيد فيستا يلي هي بتخدم كل اللقاء. فمشان هيك نحن دعوتنا لكل الطلائع تشارك بهذا اللقاء يلي هو بالنهاية عن جد لقاء مميز، رح تكون كل العائلة مثل ما بقولوا عائلة لم الشمع رح تكون مجتمعة بهذا اللقاء، تكون عم تبرهن انه يسوع هو حياتنا، هو طريق حياتنا من هلا للابد. حلو. كان في صعوبات للتحضير لهذا اللقاء، نعرف انه يمكن الاستقرار الامني يلي صار له هيك مسيطر على لبنان فترة ومدل نقول الحمد لله، بأثر دايما إيجابيا، لحتى مثل ما قلت يعني هذا مش أول سنة أكيد بيصير، أنتم كل سنتين بتقوموا بهذا النشاط، بيتغير التحضير، بتهون الصعوبات لما يكون في استقرار، لما يكون في هيك راحة عندكم وعند كل الشعب؟ هي المشكلة الأكثر أنه الاستقرار الداخلي اللي عم نعانيه من الشبيبة، لأنه يعني الاستقرار الامني والعدم الاستقرار الاقتصادي وكله بأثر على شبيبتنا، مش هيك بصير يختلف التحضير من سنه لسنه، بصير بتختلف الاهداف، بصير بدنا نصيب نقاط معينه عند الشبيبه، بس الحمد لله يعني بقوه الله هيك عم نقدر نواجه كل الاشياء، وان الله راد. يعني نحن الشعار تحت لقاء، يعني تحت شعار نشهد لشراكتنا بشعلة محبتنا، يعني كمان شعار سيدنا البطرك عن الشراكة والمحبة، يعني عم جرب هيك نقدر نشهد بقدر الممكن من الشهادة ومن المحبة يعني اللي مفقودة شوي. أهداف الطلائع دايما بنحكي عنها بإطلالاتكم ودايما بنعرفها، لأنه يعني كلنا ربينا كفرسان وكطلائع بمختلف المناطق على أساس أنتم كتير منتشرين وين ما كان بولس. أنت ما زالك وكيل الإعلام، خبرنا أكثر قديش مثل ما حكي توني في صعوبة صار عنا اليوم انه عن جد نتوجه للناس اللي لازم نتوجه لهم، خاصة مع خليني اقول انتشار الافات
خاصة عند الشبيبة يعني وبهذا العمر يلي الفرسان والطلائع بكونوا منهم يعني؟ لا شك عم نواجه مشكلة كتير كبيرة، هي أولا بالتواصل، في كتير أقاليم كتير بعيدة، بس أكيد بس يكون في إيمان وبس يكون في خطة براس الرابطة أو براس المركزية، أكيد عم نقدر نبدد كل المخاوف كل الحواجز يلي عم تكون عائقة نتواصل مع غيرنا. أكيد عم نواجه بمجتمعنا إفات كتير كبيرة يلي هي عم تكون عم تضرب الشباب يلي هو النبض الحي بالمجتمع، بس مثل ما بقول الرب هو الحق والطريق، يلي بيمشي على هالطريق أكيد رح تكون يوصل لمطرح شيء كتير حلو يلي هو السلام اللي حكي عنه توني، سوى السلام الداخلي. توني رح أرجع لعندك، شو هن فئات الرابطة؟ نحن يعني الفرسان، أخوية الفرسان من 7 سنين ل 12 سنة نهاية 12، طلع منبلش من 13 لنهاية 19، شبيه من 19 ل 35، وبلش أخويات الأم الكبار، يعني منشكل هيك عائلة وحدة متكاملة بكل فئات الأعمار يعني تبعها. خلينا نشوف سوا صور توني وبولس من علي قلم مش عم تابع حديثنا أكيد. هون بزيارتنا لكل الأقاليم يلي اشتركت بمخيمات السنة. هون عم نشوف إقليم بعبدة. هون إقليم راس بعلبك. هون إقليم البترون. هون إقليم الشمال. هون إقليم الشوف. منكمل مع إقليم جبال. هون الجبة. وهون جزين. إقليم جونة. إقليم متن الأعلى والأوسط. إقليم متن الجبل. وإقليم سربة. هون لقاء الطلاق يلي تبلشت ب 2007، كان اللقاء بحريصة اللي ضم حوالي 2000 شخص. هون المرشدين اللي كانوا قايمين على المركزية. هون كيف عنا محطات مسرحية وعمل مسرحي، في مساج معين للشباب. أكيد هون الأنيماسيون والجنجل اللي كل سنة منحضر له. هون الحماس والجو يلي بيخلقوا الطلائع بكل لقاء. هون بنرجع للقاء 2009. يلي كمان تميز بعيدنا الأربعين. مثل عم تشوف هون في أرز على الأرض توزع لكل الأقاليم تيزرعوا بأقاليمهم. هون كان في تحية لكل أعلام الرابطة ضمن كل فئاتها. هون كان الوقوف لنشيد الطلائع. هون مع المرشد المركزي يلي كان له كلمة. هون مع سيدة المطران بالذبيحة الإلهية. هون كمان التكريم. كمان الأجواء الطلائع يلي بتختصر بالجنجل. هون عمل مسرحية يلي كان رسالته هوية الطلائع. كمان كان محطة مع المرنمة نبيها يزبك. كمان مع مرنمة عبير نعمة. نشاطات عديدة عم نشوفها لكان للطلائع بهول الصور. توني رح ارجع لعندك، اذا بدنا نركز عن الطلائع لحتى نرجع نحكي عن اللقاء اللي رح يصير ب 22 الاول، خبرنا اكثر عن الطلائع بالتفصيل اذا بدنا نعرف المشاهدين اللي يمكن بعد ما بيعرفوا عنهم. نحن في 3 اهداف اساسيه عند الطلائع، هو تنميه انسان ناضج، مسيحي بعمق ورسول بالمجتمع. وهول ثلاث اهداف عم نقدر نشتغلهم، يعني هول ما بيخلصوا، يعني دائما هول اذا بدك الرؤيه الكبيره اللي بنحلم انه نوصل لها هو انه نقدر يعني كل طلائع يكون عم يجسد صوره المسيح، مثل حيالله حدا يعني مسيحي هيدي رسالته ودعوته. نحن كانت رؤيتنا هيدي السنه انه نقدر نجمع كل اقاليم لبنان، مشان هيك كانت زيارات مثل ما شفنا مع بولس، انه قدرنا يعني بدنا حبينا نتعرف على كل عضو بالطلائع. نحن كلجنه مركزيه مثل ما بقولوا انه على راس الهرم، يعني ما حبينا هيك نضل انه نحن يعني انه فوق او شيء، حبينا ننزل على الارض نشوف. وحبينا هذا اللقاء كان مال هدفه مشان هيك نقدر نجمع كل هالطلائع،
نقدر نخبرهم انه نقدر نعيش هالرساله وهالاهداف نقدر نطبقها مش بس نحكي عنها. يعني الطلاق تاسست بسنه 69 مزبوط. وهي منتشره بكثير من المناطق اللبنانيه. شو طموحاتكم لبكره للمستقبل؟ في كثير طموحات. يعني مثل ما هلا قلت كنت هول، يعني اذا بدك الطموح الاكبر هو انه يلي بيشوف الطلاق يقدر يشوف صورة المسيح، يعني من خلال هول الثلاث اهداف. يعني مش يعني خاصة بهيدا المجتمع يلي صار شبيبتنا يعني مضيعة هويتها، مش عم تعرف مين بدها تلحق، وضايعة بين تشاذبات بالسياسة والاقتصاد، يعني وين ما كان يعني بدها هالشيء هيك شوي يحضنها. هلا مش عم اقول انه الطلاق ما في غيره يعني الله خسارة وكسر، لا بس انه هي انها في هالوسيله الموجوده بهالكنيسه يلي بحب هالاهداف بيقدر يكون فيها. يعني قبل ما نختم لقائنا عن الحديث وتذكير الناس باللقاء يلي رح يصير، كمان برجع بذكر ب 22 الاول 2011 اللي هو دائما بسائب بعيد الطلاق اول احد من شهر تشرين احد الورديه الاول احد الورديه. خليني انتقل لعندك بولس، خبرنا عن النشاطات اجمالا بالطلائع، كيف عم تكون انتم؟ بعرف وكل الناس يمكن بتعرف عن المخيمات اللي بتقوموا فيها بشكل دايم وغيرها كمان. اكيد الطلائع هي اول شيء انتشارها هو بقلب الرعايه، ايد اليمين للخوره بكل نشاطات الرعايه على مدار السنه. من بعدها في نشاطات الاقليم يلي كل اقليم يكون عنده عده رعايه ضمن نطاق جغرافي، وكمان بيحضر نشاطات على صعيد كبير، ونحن كمركزية بنحضر نشاط على صعيد الأقاليم، على صعيد الأقاليم والفروع. أكيد يعني الطلاعة بالنهاية إذا هو بالرعي، يعني كل الخدمات، كل القصص الليتورجية، كل القصص الترفيهية بقلب الرعية، هو عن جد بيكون هو الشخص المناسب لهالنشاطات بقلب الطلاعة. فهو بالنهاية هو عمل رسالة، كل شيء منضوي تحت سقف الرسالة بيكون هو الطلاعة له ايد فيها. حلو. خلينا نختم معك توني، ذكر كل المشاهدين عن اللقاء يلي رح يصير وتفاصيله كمان. بدي اشكر اول شيء الاو تي في اللي سمحت لنا انه طلب هالاطلاله الاولى لنا للقائنا. اهلا وسهلا فيك. وبذكركم بذكر كل طلائع لبنان انه موعدنا ب 22 بالمدرسه المركزيه بجوني تنعيش احلى خبره سوا، خبره الجماعه، هيك نرجع ننطلق ونفتح هيك افاق جديده للمستقبل. اهلا وسهلا فيك بولس، كلمه اخيره بتقولها؟ انا بدي اقول انه يوصلوا على الوقت على الساعه 8 لانه عددنا رح يكون كثير كثير كبير، تسهيلا للعمليه التنظيميه وعمليه السير. الساعه 8 يكونوا كلهم موجودين بالمركزيه جونه وباللباس الرسمي. شكرا كثير لحضوركم واهلا وسهلا فيكم، واكيد باسمي باسم كل الاشخاص العاملين باسره برنامج يوم جديد عن جد بنحييكم على نفسكم الطويل وعلى كل النشاطات اللي بتقوموا فيها، ان شاء الله دائما بتكون ايجابيه وخيره وللمصلحه الشباب. اهلا وسهلا فيكم. رح نتوقف هلا مع فاصل، من بعدها اكيد كثير منكم ناطرين حظوظهم مع سحر صغيب زميلتي اللي رح تطلع عليكم تحكيكم عن حظوظكم 12، عن اسم اليوم مولود اليوم يلي بنعيده كمان، ولكن بعد الفاصل.